مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. رجعنا معكم في موسم جديد مع مرزوق اوبتيميت وبأفكار جديدة ومقاليب جديدة. ضحية اليوم لاعب نادي الرجاء الريادي واللاعب الدولي عمر بوطيب، أجيو تكتشفوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في اول حلقه من برنامجكم الترفيهي طحف الفخ. ضيف حلقتنا رقم 5 لاعب الرجاء البيضاوي عمر بوطيب، اللي وهمناه اننا شركه خاصه بالجمال وبغيناه يدير لينا دعايه، ولكن قبل خاصو يدير ان سوان فيزاج. اللاعب ديالنا ها هو مرتاح، المساعدة ديالنا حطت ليه السماعة اللي غادي يسمع فيها بوطيب من بعد الحوار مع الطبيب، وغادي يكتشف شنو هو المشكل. هنا تعمدنا اننا نخليو لا كاميرا اونفاس مع المدافع ديالنا على اساس اننا كنصوروا الاشهار. ما فهمتش، عاود اش قلتي ليا؟ داكشي اللي درت العمر بطيب راه ما وافقوش في الوجه، بحال تحرق لي الوجه. تحرق لي الوجه ولا هنا برودوي درتي ليه انت؟ درت ليه الكربون. ايه نو، كيفاش الكربون؟ درتي ليه الكربون الوجه؟ وي دكتور. لا 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 لا، وشنو ولات البشرة ديالو؟ كيفاش ولات البشرة ديالو هو؟ بحالنا محروقة. وشنو قال لك، هو لاحظ شي حاجة ولا ما لاحظ والو؟ لا راه داير العناد ما كيشوف حتى شي حاجة، ولكن رفيق غايشوف كلشي. اختي رايحة العناد غايشوف كلشي. شوفي دابا الحل هو تحاولي تقنعيه باش يمشي بحالو هكاك، فهمتي؟ تحاول تقنعيه باش يمشي بحال هكاك وقولي تا يرجع عندنا من بعد. واخا دكتور. انا في الكاربون اش حيتي؟ سمعت مع الدكتور قلتي ليه بلي بشرة حساسة. كيفاش نبقى في حالك من هنا للعشية؟ أيوا. واش من دابا تنسي تلقاي من هنا للعشية؟ أيوا. ها؟ داكشي لا وأنا أب. ودابا أنت كتبت شو؟ كتبت. واش من دابا تنسي ونكتبوا لك أنت ونبقاو أنا وياك من هنا للعشية هكا؟ تستر عليا دابا نبقى هكا من هنا للعشية، نمشي لونطريم هكا. أيوا. كلا فين الدكتور؟ ايوا بوطيب تعاص ولكن كيحاول يبرد راسو. لقيتوني في الزنقه وقلتي رجعت لعبت ديال الصوان. وعيطوا ليا وجيت وفي الاخر ديروا لي بحالها. هاي دابا العشية غيتحيد. واش كتستعجل من العشية غيتحيد؟ خاصنا دابا الصيف بحال مبرونز. ويلا ويلا. وي دكتور. سي بون صافي مشى. اجي يا دكتور اش؟ اجي تفاهم. صافي انا بوطيب ما بقاش قادر يصبر وبغى ضروري يشوف الطبيب. ايوا كملوا معنا تشوفوا لا رياكسيون ديالو. بلادي هايدا
وي شكون تكلم معايا دابا؟ نهيلة. معاك عمر. سفينة. معاك عمر. لا مازال ما مشاش؟ لا مازال قالك تيف عليه هذا المشكل. اشنو هذا المشكل؟ اشنو المشكل؟ سي عمر، سي عمر كتسمعني؟ كنسمعكش. اجي اجي متسمعكش مزيان. اجي عندي. سي عمر كتسمعني الله يخليك؟ لا ما كنسمعكش مزيان. اجي انت كتسمعني؟ هي كنسمعك. واجي عندي، اجي عندي، انا ما كنسمعكش مزيان. قال لك ضروري خصو يشوفك دكتور. هذاك القام هنا حتى العشية هكا. سمعنا سي عمر، عمر سي عمر هذاك الشيء راه كيدوز مع البشرة. واجي نديرو معايا حتى انت. اجي نديرو كامل. هذاك الشيء مع البشرة. يعني ما تقلقش. اجي اجي نديرو كاملين، اجي اجي نخرجو كاملين هكا حنا. ان شاء الله هذاك الشيء غتعود عليه. ومن بعد شهر ان شاء الله جي عندنا نديرو واحد الوقت. واسمع من العشية غادي يخفف اللون. يخفف اللون من بعد شهر غادي. غادي يزيد. نلقى شي حل. سمعنا نهيلة قلت لي سمعني؟ وي سمعك الدكتور ملي ما بغاش. قول لي اشنو الحل؟ اشنو الحل؟ اصلا هو ما تبانش ليا البشرة ديالو سمرا. لا اصلا شفتكم هو اش ندير هادشي كامل؟ كديروا شي واحد انا نتصور وشي واحد يجي يدير سوان، انتم كتقولوا انتم بغيتوني انا ندير هاد السوان، مش بيني وبين شي سوان. طلع عندو نهيلة طلع عندو؟ وي دكتور طلع عندو راه ما بغاش. هادي اسمو اوكي نجي عندو ستايلي قطع هذا الكب اصلا دابا الشمس عادي تكون بحال كومبروند فين هذاك الطرق اللي درتي لي ما عرفتش خدامه وجيبو شي واحد يخدم دابا انت كتاب لك ودارت لك بحال هكا وكديري ليا حتى انا ايوا نتوما ملي عارفين راه خصكم تكونوا عارفين ما يمكنش ديروا شي حاجه اللي ما عرفتش داكور ومحشوماش دابا ندك داكشي باش تسمع انت محشوماش طلب ديالي طلع شوفو طلع عندو وي دكتور طلع عندي ملي حليتو مات السونطر هادو ما عارفينش كديرو علاش عندي غادي تشبع جبد ليا غير انا الصداع وتا ما كاينش انتيا كلشي هذيك اللي عيطات ليا نجي وكلشي غيمشي فيها شنو وجهي بقى بحال هكا مش عارفين كديرو ولا لا ترى الوجه هذا راه ماشي شي حاجه لي شنو المشكل دخل دكتور اجي يا دكتور اش انا جا دكتور عمر بطيء شكون ماشي دكتور طلعتي عليه مش قربش لي طلعتي عليه ما تقلقش اخويا عمر الكاميرا في كيف عمي شديتي شديتيني انت والله القاسم كيف مشيتو معنا مقلب اليوم عمر وطي دانا لي جماله جماله تش دانا شي سوان حنا خلينا عادي حيدي يا خير مشاهدينا الكرام كيف ما عشتوا معنا هذا المقلب هذا اللي كان الضحية ديالو عمر بوطيب لاعب دولي ولاعب نادي الرجاء الرياضي عمر كيفاش عشتي هذا المقلب هذا من اول الوصول ديالك للمركز ديال التجميل حتى لاخر لحظة اللي عرفتي بانه مقلب ما نكذبش عليك انا صراحة جاي وما عارف علاش جاي فهمتيني عيطت لي السيده وطلبات مني انني نجي ما بغيتش رفضت لها الطلب ديالها وجيت صراحه كون عيطتي انت ما غاديش نجي انا عارف غتكون شي حاجه واش نقول لك يعني جيت بحسن النيه في الاخر كنتفاجئ انني تقولبت قالت لي راه وجهك بشرح حساسه وهادي يعني تقدر تمشي غيبقى فيك شي واحد النهار تقول لي شهر يعني صراحة تقولوا فني شتك صافي عرفت باللي راني تقولت بصح ومرة الجاية ما تعاودش ديرها بيا لا عيط لك هاد المرة ما تمشيش عندو صافي بارك حبس فرسيتو في رمضان كيف ما شفتوا مشاهدينا الكرام يعني كانت حلقة طريفة ويعني فاد مع عمر وطيب وكنتمنى بأنكم تكونوا استمتعتوا بها كنضربوا لكم موعد إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله مع ضحية أخرى ولاعب آخر إلى اللقاء